صدفة؟ ايه؟ جا قهوة؟ هاتي الشوكولا اللي جابها يحيى. حاضر. فكي افتحي. اه انت عايزه تشوفيها ولا؟ جميل. ايه ده؟ ايه الشوكولاته فين دي كلها؟ فاضي. ما اسكتي على النصيبه اللي احنا فيها. النمل كلها. النمل ولا الوحش اللي عندي اللي اكلها؟ سيبيلي واحده يا مجنونه. لا على واحدة يعني مقدور عليها. خدي. والله كان نفسي بحاجة حلوة استغلاش عليك. هاتي هاتي اما اشوف المصيبة في النمل اللي احنا فيه ده. خد. اخد ايه؟ لا 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 انت مش عارفة دي كانت فين دي. لا 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 شكرا. خدي. حاضر. عسل عسل. انا برضو ما فهمتش ليه مدرستنا؟ ليه مش اي مدرسة تانية؟ علشان نظام التعليم المتكامل فيها غير أي مدرسة تانية الحقيقة. وده شفناه في كذا كابل نعرفهم. يعني شفنا إزاي ولادهم شخصياتهم بتتطور. وإحنا أهم حاجة الصراحة عندنا شخصيات ولادنا، يعني أهم بكتير قوي من اللي هم يجيبوا ستريت إيز. أنا ممكن أعرف هتعملوا إيه لو عرفتم إن حد ضرب ابنكم أو بنتكم؟ هي مشاكل الأطفال دي ما بتقلقناش خالص. يعني مهما عملوا هما في الأول وفي الآخر أطفال. يعني لو في حد ضرب بنتي أو ابني، يعني أنا هتعامل مع الموضوع أكن هما الاثنين ولادي ولادنا يعني، وهشوف فين أصل المشكلة. ولو ابنك هو اللي غلطان؟ ساعتها طبعا هاجي المدرسة واسيب نوت لأهله. سيبي نوت؟ يعني حاجي الإدارة هنا في المدرسة وأحاول أعتذر لأهله وأتواصل معاهم وكده. يعني يعني إحنا في الأول وفي الآخر كوميونتي واحد، وبنتقابل في التمارين والخروجات والساحل وكده. بالمناسبة عندكوا second or third home؟ Excuse me؟ لو تطلعوا الساحل تقعدوا فين؟ مستر حازم ممكن تقول لنا بتحط استثماراتك فين؟ على فكرة احنا عندنا يعني عندنا فيلا حلوة قوي في لونج بيتش في الكيلو 86. لونج بيتش دي اللي هي كان اسمها الرياض قبل كده؟ ايوه يعني. بس انت عارفة طبعا ان كل الملاك هناك ولاد ناس جدا، ففي اول جمعية عمومية غيروا الاسم على طول. انا اعرف ناس كتير واخدة في لونج بيتش، وبصراحة مكان حلو وجميل وهادي جدا جدا جدا. بالظبط بالظبط.